خطوات دؤوبة وواثقة تخطوها الدولة المصرية نحو صناعة جديدة تحجز لها مكانا مميزا في هذا القطاع الضخم ومع إعلان تدشين الشركة المصرية لتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملحات لمجمع إنتاج ألواح الكوارتز بنطاق محافظة السويس أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقاومات الكاملة لإنتاج الكوارتز من حيث المنجم والمصانع صرح جديد من صروح المجد تشيده ايادي المصريين ليحجزوا به الصداره والرياده في هذا المجال بين الامم مجمع مصانع الكوارتز شاهد على ذلك فهو الاول من نوعه والوحيد ليس في الشرق الاوسط وليس في افريقيا وانما في العالم اجمع الذي يقوم على هذه الصناعه بالكامل في كل مراحلها منذ بدء عمليه التعدين في محاجر مرسى علم وحتى خروج المنتج في صورته النهائيه هنا في العين السخنه ربنا سبحانه وتعالى حب مصرنا الغاليه بالكثير من الكنوز في باطن الارض ومن ضمن الكنوز دي خام الكوارتز اللي احنا النهارده بنحتفل بافتتاح اول مجمع انتاج الكوارتز في جمهوريه مصر العربيه والدول العربيه والدول الافريقيه مش بس كده احنا بنعلن وبكل فخر كمصريين ان احنا الدوله الاولى والوحيده على مستوى العالم اللي تملك مقاومات مقاومات الصناعة بالكامل ابتداء من تواجد المنجم وتوفر الخام حتى الوصول إلى المنتج النهائي ما دولة في العالم عندها تكامل التوافر مقومات صناعة الواح الكوارتز غير مصرنا الحبيبه باذن الله. بسواعد مصريه 100% من اوائل خريجي الكليات الهندسيه المصريه والذين تلقوا اعلى التدريبات الميدانيه في الخارج ليعودوا محملين بارقى ما وصل اليه العلم والخبره العالميه وبتكنولوجيا ايطاليه اتقنتها الاراده المصريه بل وفاقتها من حيث التطبيق العملي على ارض الواقع كانت نواه هذا المجمع. تم انشاء هذا الصرح بناء على توجيهات السيد الرئيس. باضافه قيمه مضافه وتعظيم الاستفاده من خاماتنا اللي موجوده في بلدنا كان من ضمن الخامات دي الخام الكوارتز اللي هو بيعتبر الذهب الابيض وبناء على هذا التوجيه تم دراسه الاستفاده منه وتم انشاء هذا المجمع المجمع ده بيتكون من خمس مصانع الخمسه دول عباره عن مصنع التكسير الاولي وده اللي موجود في مرسى علم جنب المنجم بتاع الكوارتز اللي هناك وبعد كده في عندنا في منطقه العين السخن هنا في اربع مصانع تابعين للمجمع بيدخل في في بعض الصناعات الدقيقه اللي بتحتاج درجه حراره وبتحتاج ضغط جامد وبتبدا بعد كده من الصناعات من اهم الصناعات دي صناعه الرقائق المعدنيه بيخش في اجزاء من صناعه الساعات الكوارتز موجود في كل الصناعات اللي بتحتاج خامة ذات صلابة عالية عندنا أنقى مادة خام على مستوى العالم إحنا المصنع الوحيد على مستوى العالم عنده دائرة مقفولة من أول المنتج الخام لحد التكسير لحد السلابس أو ده الوحيد على مستوى العالم لأن بعض الدول طبعاً اللي عندها جزء من عملية التصنيع درجة النقاء 99.8% من في المية. أهم مميزات المبنى عندي سيادتك إن هو مزود بسيستم متكامل للتخلص من الأتربة والدست الناتجين عن عملية الخلط ده حفاظا طبعا على سلامة العاملين وعلى البيئة. كمان المبنى بالكامل مزود بليزر بارير عشان حماية العاملين بحيث لو أي حد دخل جوه الحيز بتاع الماكينة وهي شغالة أوتوماتيك بتقف. بدأ الأمر بفكرة ثم نضجت وتبلورت. حتى صارت واقعاً نقف على أرضه ونراه رأي العين. ومن هنا كان هذا الصرح الذي ولد كبيراً ليكون شاهداً من شواهد الإرادة المصرية الماضية قدماً في بناء الجمهورية الجديدة.